في نهاية الأسبوع الفارط صرح رئيس الجمهورية بأنه لا مجال لتطبيق ما سمي القانون 38 المتعلق بتوظيف الاستثنائي داخل القطاع العام والوظيفة العمومية. هو الرئيس الجمهورية بالرغم أنه ختم ذلك القانون في 13 أوت 2020، اليوم يعود ويقول إن ذلك القانون إنما وضع فقط لبيع الأوهام. كيف تقرأ تراجع رئيس الجمهورية عن تفعيل ذلك القانون، قانون التوظيف الاستثنائي؟ شوف، هذه مغالطة أخرى من المغالطات والأوهام اللي قاعد يروج فيها واللي قاعدة تنطلي على المغفلين وعلى البسطاء. طيب، أنا واحد من الناس اللي كنت من الناس اللي نبهوا للقانون فهمتي هذايا من الأول، راه بالشكل الذي طرح به لن ينفذ ولن يطبق، وقلت راه يطرح حتى إشكالية في دستورية، باعتبار أنه في الدستور لما تجيب قانون وفيه التزامات مالية يلزمك تجيب ما يثبت توفير تلك الالتزامات المالية. اللي صار شنو اللي صار؟ جاء القانون هذا يا سيدي، هما ويسر الوهم عند الشباب في هذايا المتحرك في العمل وعدوا له القانون هذاك. انت جاك يا رئيس الجمهوريه القانون هذايا، وانت هاك عارف اللي هو راه قانون لصناعه الوهم، وانت عارف اللي القانون هذا يحبوا يكذبوا به على الشباب في هذوك، وانت عارف كما قلت انت بيدك ان القانون هذايا لن ينفذ ولن يجد طريقه الى التنفيذ باش يستفيدوا منه الشباب هذوما. اش عملت؟ هل امتنعت عن توقيعه؟ لا، انت وقعت. هل قمت برده للبرلمان مصحوبا بمذكره تفسيريه وانت مدرس القانون الدستوري او يفترض انك كذلك، وتقول لهم راهو ثم إشكالية يطرحوا في الفصل مع في التناسب وتناسبه مع الفصل 63 من الدستور، وربما تقولوا في قناة ثانية؟ نعم، فقط هل فعلت ذلك؟ أعطيك المجال أنت لم تفعل ذلك.